بحث لسروي بوكا تنافري حروف كتن قاعدة هيا بويك بزانين اش كلميك تنافري حروفي هيا تنافري حروف خلخالي نظريكي غلطي هبو وانيا لباري مثالي مثالي بيشك هنا مانا مستشزيرات كتفتازين نظري خلخالي رد كردوا الجار زوزانيش نظريكي غلطي هيا دوبارا ك تفتازاني ردي دكاتوا وقيل إن قرب المخارج سبب للثقل المخل بالفصاحة وإن في قوله تعالى ألم أعهد إليكم ثقلا قريبا من المتناهي فيخل بفصاحة الكلمة بعض كتويانا صاحبي أو قيل زوزانية ولا بعض كتويانا قرب مخارج سبب وعلتا بو السقل حاليبون سونا زوزاني كتويتي قرب مخارج باعز دب السقل بيدا بيت لا كلمة كدا كأو السقلاش مخلة بفصاحة أو السقلا فصاحتي كلمة كلا بين دبات حاليبون سونا أو جار أوج إدامي قصي زوزانيا زوزاني كتويتي لا ألم أعهد إليكم دا لا ألم أعهد إليكم دا سقلكي نزيك لمتناهي هيا سقلك متناهي نيها آخر درجة نيها بلام نزيك لمتناهي بس أقوابد أو سقليا ك لو آيتي دا هيا خلل وارد دكات بفصاحتي كلمك فصاحتي كلمك زربي ودكات بس يعني أو كلمة كالقرآن دا هيا فصيح نيا بنا بقصي زوزاني حاليبون سونا جا أما دلين باشا وقتك يك كلمة غير فصيح لقرآن داها به يك كلمش آيا أو باعز نابد كل قرآنش غير فصيح به وانيا أو وقتي قرآنش كلامك فصيح نيا وانيا زوزاني كتويتي نولا باعز نابد لكن الكلام الطويل المشتمل على كلمة غير فصيحة لا يخرج عن الفصاحة وانيا كتويتي كلامك طويل وانيا كهمان قرآن اجا مشتمل ببسر كلميك غير فصيح دا لفصاحة خارج نابد بو لبر طويل بوناكي وانيا كلامك طويل كلامك كرتنا كلامك كرت يك كلمة غير فصيح تدابد كلامك اجدبت غير فصيح وانيا بلام كلامي طويل كلامك كدريج بيت كلامي طويل لبر طويل بوناكي وانيا او تساو بوشي لدكريت اگه يك كلمة غير فصيح شيهبو اولا فصاحة خارج نابي حالي بون سونا زوزاني وادلت وانيا جا قياسي شي دكات وانيا دلي امن كوادلم قياسي دكم بوسر عربي بوداني كلام وانيا اوني كلاميكي طويلي عربي وانيا كا أكثر كلامك لكلمات عربي بكاتبت بلام لني وان دا يك كلمة غير عربي تدابو أو تساو بوشي لدكري مهم نيا واني كلامك لعربي بودن خارج نابت حالي بون سونا فس أو كلام طويلش أقا يك كلمة غير فصيح تدابو لفصاحة خارج نابت لفصيح بون كما لا يخرج الكلام الطويل المشتمل على كلمة غير عربية عن أن يكون عربيا هر وكوسون كلامك كمشتمل بيت بسر يك كلمة عجمي دا وانيا بلام باقي ماندي كلامك كلامك دريش كيك كلمة عجمي تدا بي بلام باقي ماندي كلامك هموي عربي بي وانيا او بسبب يك كلمة عجمي لعربي بودن خارج نابل لعربي بون وانيا إنا أنزلناه قرآنا عربيا وانيا هلا خداوندي متعال بوخوي صراحة دلت كقرآن عربية ده حالك ده بعض كلميك عجمي تدايا وانيا بعض كلميك عجمي تدايا وكو قسطاس وانيا
وكو مشكات ونيا أنا كلمة عجمينا غير عربينا حليبون سونا سجيل أري والله سجيل هروالا كطي السجل للكتب حليبون سونا أنا كلماتي عجمينا ده حالك ده خداوندي متعال بوخوي دلت قرآن هموي عربية حليبون سونا دواشا پس ديارة با يك كلمة عجمي يا بدو سدان كلمة عجمي قرآن لعربي بون ناكبت حالي بون سونا پس اقوابت كلامكي طويلش وانيا كا فقد يك كلمة غير فصيحي تدابي باقي من دي كلماتك هموي فصيح بن باقي من دي كلامك هموي فصيح بيت بسبب يك كلمة غير فصيح لفصيح بون خارج نابي كلام طويلك حالي بون سونا او الزوزاني اوا دلت يعني اوا جوابي مشكلة كي داوتها حالي بون سونا جباشا قصي الزوزاني كاما خيندو مانا جوانا اوش دالا نوالا واني او تفتازاني ديد رد دي دكاتا وفيه نظر يعني لا قصي قيلك دا نظر اشكال هيا لچن جهتا حالي بون سونا لچن جهتا اشكال هيا بو نظر إشكال هاي لقصي الزوزاني دا أولا لأن فصاحة الكلمات مأخوذة في تعريف فصاحة الكلمة في تعريف فصاحة الكلام من غير تفرقة بين طويل وقصير أولا بو نظر إشكال هاي لقصي قيل كدا لقصي الزوزاني دا شون قيل كدا يكوت ولا بو كلامك لا فصيح بون خارج نابيت بيك دانا كلمة غير فصيح شون طويلة وانيا اما دانا باب الطويل وقصير فرقي نيا حالي بون سونا طويل وقصير كلامي طويل وكلامي قصير فرقي نيا حالي بون سونا لتعريفي كلامي قصير ولتعريفي كلامي طويل جدا بشرت جيراوة كدبت تكتكي كلماتك فصيح بن وانيا بس دبت كلامي طويلش تكتكي كلماتك فصيح بن حالي بون سونا بس أتو يعني قيلك كفرق دانا لبين طويل وقصير دا أو وانك بدليل أو كارك كردويتي وانيا أولا بوي نظر إشكال هي چون قيلك لبين كلامي طويل وقصير دا فرق دانا دا حالك دا أو فرق دانانا موجه نيا حالي بون سونا بو شون فصيح بوني تكتكي كلمات لتعريف فصاحة كلام دا بشر جيراوا ببي أويكا فرق دان درابي لبيني كلامي طويل وقصير دا بس هم بو كلامكي كقصيرا فصاحة تكتكي كلمات لازمة هم بو كلامكي كطويلة فصاحة تكتكي كلمات لازمة پس دروز نیبله اگه کلامک طویل بو او وقتی با یک کلمه غیر فصیحشی تدابه اشکالی نیا او یک دومن علا ان هذا القائل فسر الكلام بما ليس بكلمتين وانیا دومن علا وبر رده که پیشه رده که دیکش انهی لسر قیلکا اوش اویا او قائلا يعني صاحبي قيلك كزوزانيا كلامي بشي تفسير كردو توا كلامي كلام بجورك تعريف دكات كشامل مركب ناقص جدي وانيا زوزاني صاحبي قيلك كلامي تعريف كردو بما ليس بكلمة وانيا دالي كلام زدي كلمة او كلمة نبي بس هم مركبي تام دقريتا وهم مركبي ناقص دقريتا حالي بون سونا دي باشا او كدلت او ديكوت كلامي طويل وانيا ذكري يقدانا كلمه غير فصيح تدابه كلامي طويل ذكري يقدانا كلمه غير فصيح شي تدابه حالي بون سونا دي باشا او وقتي خو كلاميش بوجوريكا زوزاني تعريفي دكاد مركبي تام دقريتو مركبي ناقص دقريتو وانيا دي باشا اقوابت لمركبي تام مجدا
إشكال لسر زوزني لازم ديت لمركبي ناقص إجدا إشكال لسر زوزني لازم دي حليبون سونا يعني فقل لمركبي تام دانية حليبون سونا لمركبي ناقص إجدا إشكال لسر زوزني لازم ديت وانيا لمادام لا وانك بنا بتعريفي زوزني كلام مركبي ناقص إجدا قريتوا پس لازم بو زوزنی زیاتر توجه که به فصاحتی کلمات و نیا دبی او زیاتر توجهی پیکر با به فصیح بونی کلمات حالی بون سونا پس او رد دوما اویا که و نکا دایره اشکال که گورتر دبی بو زوزنی و نیا بنا بقصیوی نک فقط مرکبه کی تام مركبي تامي طويل اجا مشتمل بو بسر كلمه كي غير فصيح دا لا فصيح بون خارج نابي يعني بنا بقسوي نك فقد مركبي تامي طويل داتو انا مشتمل بسر كلمه غير فصيح دا مركبي ناقصي طويلش داتو انا مشتمل بسر كلمه غير فصيح دا وانيا فص ردد ومكاوي دائري اشكال بو وانك بو لسر زوزني جورتر دبيتوا دائرة إشكال بو زوزني جورتر دبيتوا يعني أو كده يكون كلامي طويل دتواني مشتمل ببصر كلمة غير فصيح ده يخو كلام بينا بتعريف زوزني مركبي تام دقرته ومركبي ناقص إيش دقرته فزيعني مركبي كي ناقصي طويل إيش أجا دكري مشتمل ببصر كلمة غير فصيح ده حالي بون سونا ده حالة كي دواج نيا نك فقد مركبي ناقصي طويل حتى مركبي تامي طويلش نابي مشتمل بسر كلمة غير فصيح ده ده بتكتكي كلماتك كيف فصيح بل حالي بون سونا او جار او فصيح بوني كلامي قياس كرب وسر عربي بوني كلام وانيا اما دلين ردي سيوم اويكا او قياس قياسك مع الفارقة أو قياسة قياسك مع الفارقة يعني قياسي كشك لسر مشك يا قياسي حوت لسر هشت كسر ربط يعني بيك حالي بون سونا سنكو قياسك بوي قياسك مع الفارقة سنكو كزني كتوا تاو قياسك بوي مع الفارقة سنكو أما خيندو مانا كلا فصيح بوني كلام دا فصيح بوني تكتكي كلمات شرطه هس تكتكي كلمات اكيد فصيح بن بلام كزني كتوا لعربي بوني كلامك دا دبي تكتكي كلماتك عربي به وانيا كزوينك كتوا هس ناتو اني فصيح بوني كلام وسر عربي بوني كلام قياس بكي وانيا يعني كلامك عربي يك كلمه عجميش تدابد لعربي بون خارج نابي شون كز نيكتو بو عربي بوني كلامك دبي تكتكي كلمات عربي بن وانيا الان لزماني فارسيش دا لزماني كرديش دا مثلا اگه كردك بزماني كردي قصبك بلام لنيو كلمات دا كلمة كي انجليسي بلا وانيا يا كلمة كي فارسي بلا وانيا ايدي او نالن والله او كلامكي نالن او ايدي كلامكي كردينيا وانيا مثلا لنيو كلام كردية كده مثلا بلد باجناق كشكاك زوري دان باجناق كلمة كي فارسية إنا لن كلامة كي كردينية حالي بون سونا بو بس قياسك قياسك مع الفارقة لا ناب فصيح بوني كلام بسر عربي بوني كلام قياسي بكي بو يدلا رد سيومك أوي والقياس على الكلام العربي ظاهر الفساد واني اتو بي فصيح بوني كلام البته زوزني واي كردوه زوزني كفصيح بوني كلامي بسر عربي بوني كلام قياس كردوه او قياسة فاسد بونك ظاهر ومعلومة او قياسة بطالة فاسدة واني إلا تكشي هر او بو كباسم كريدي كتن چونكو كزني كتوه لكلام عربي دا عربي بوني تكتكي كلمات شرطة ولازمة بلام أما بلام علماء بلاغت كتوي أنا لا كلامي فصيح ده فصيح بوني تكتكي كلمات شرطة
پس یک کلمه غیری فصیح بو او کلامه که فصیح نیا ونیا پس بنا بقصه زوزنی الان قرآن فصیح نیا ونیا ابتا او نیوستو ابلت ونیا او جوابی که دی که دابوا قرآن قصه که مخالف قاعده که دان را بلا مخه نیزانی و او زانی و او جواب کفایت دکات او کبلی وانه کبلی به یک کلمه غیری فصیح کلامکا نابطه غیری فصیح او جواب داوتا ویدی وانه پس اویش هر پیوانه بو که قرآن فصیح نیا حالی بون چونه؟ او جار ولو سلیما ولو سلم عدم خروج السورة عن الفصاحة أوش ردي تشار من سر زوزاني حالي بون سونا بفرز أقصي زوزاني قبولش كين بلين يك كلمة غير فصيح تواوي قرآن لفصاحة خارج ناكا ألو باشي الله لبير من أبو ردی چهارم اوه یا بفرض اگر قصه زوزنی قبول کن که به یک دانه کلمه غیری فصیح قرآن لفصاحت خارج نابه ونیا باشه قبول کن قرآن لفصاحت خارج نبوه بلام دیسانیش هر وجودی یک دانه کلمه غیری فصیح لقرآن دا اوش بخوی عیبه کی زور گوره یا حالی بون سونا ولو سلم عدم خروج السورة عن الفصاحة فمجرد اشتمال القرآن على كلام غير فصيح بل على كلمة غير فصيحة مما يقود إلى نسبة الجهل أو العجز إلى الله تعالى إلى الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ونيا أجا قبولش بكرت ك أو سوريك كلمة غير فصيحة كيت يدايا أو سورة لفصاحة خارج نابت بسبب كلمة كا يا قرآن لفصاحة خارج نابت بسبب أو كلمة باشا قبولش كين كا سورة كا يان قرآن لفصاحة خارج نبوا بلام هر أوندك قرآن كلامك غير فصيحي تدابت بلكو حتى يك كلمة غير فصيحي تدابت كالر يك كلمة وانيا هر أوندش لو اشتانه كا إنسان راد كيشت وني يقود يعني يجر القائلة هر أو قصيا لو اشتاني كقائلة كراد كيشت بولاي أوي كنسبة جهل يا نسبة عجز ناتواني بدا بولاي خداي وني نعوذ بالله چونكو باشا يك كلمة غير فصيح شي تدا بي أو اختي نابتا يعني بو إنسان نابتا السؤال بلا باشا خداي يا وانك يا نيزاني و وانيا كلمه كي دي كي نزاني و بيجلو كلمه غير فصيحه بو يا اوي هنا و يان زاني و تي بلا ني تواني و بي هنت ني تواني و اقبل ني زاني و بينت او جهل بو خداي لازم ديت اقبل زاني و تي بلا ني دتواني بيني وانيا مثلا لشتي كي ترساوا يان نفر كي دي هبوا مانعی خدای بوا حالی بون سونا او وقتی اصلا عجزونا توانی بو خدای لازم دید حالی بون سونا که خداش بدوره لوشتانه ایدی حالی بون سونا البته جدا لوانا او چوار دانا ردی لسر زوزنی داوا چوار دانا ردی بو زوزنی هنه بلام ردی که دیکش های بیزگا لوانا اویج اویا اونيا فصيح بوني كلامي بوصل عربي بوني كلام قياس ذكرت وانيا اما ديكوت هر وكوچون قران كلامك عربيه دحالك دا بعض كلميك عجمي تدايا حالي بون سونا باش دشكريت كلامك فصيح بيت بلام كلميك غير فصيح تدابه وانيا اما كنت قياسك مع الفارقه بنابو دلیلی که باسم کرد حالی بون چونه بلام دشتوانین آوا بلین بابا قیاسکه لجهتی که دیکش و غلطه اویج اویا اتو دلی ولا
قرآن كلامك عربية ده حالك ده بعض كلميك عجميته دلن هيش كلميك عجميته داني وانيا هر وكو نظر إمام الشافعي أويا إمام الشافعي دلت هيش لغتك غير عربي لقرآن دانيا هيش لغتك عجمي غير عربي بيت حتى بعض كلميك بعض مثالك إيش كده هنا وكو قسطاس ومشكات وانا أولا باب توافق لغاتا يعني واهل كوتوكا لهر دو زمانة كده أو كلمة هبيت كلمة مشكاتة بيت كلمة قسطاسي شبيت وكو صابون وتنوري الان لزماني فارسيش دا لزماني كرديش دا صابون هيا وتنور هيا لزماني عربيش دا واهل كوتو لزماني عربيش دا وكلمة هيا نق اويكا لا زبانه کی دیکا او کلمه ورگرت بیت ونیا پس الان بعض کلمه گو کو مشکات و قسطاز نه بلا عجمیه عربیشه حالی بون سونا پس هیچ کلمه کی عجمی تی دانیه بلا ولا با چندانه کلمه عجمی ل عربی بون خارج نبوه حالی بون سونا أو بحثي تنافري البته من وانا كنكتة كده شيء وانا كباسيكين تشاو زوزني كتي لو كلمة دا ألم أعهد إليكم ألم أعهد كتي لو دا سقليكي نزيك لمتناهية سقلي متناهينية آخر درجة نية بوشي واي كتوا سقلي آخر درجة مقاسية سقل آخر درجة مثلا وكل كلمة هي خعدة حليبون سونا هي خع كسقلك آخر درجة حليبون سونا بلام ألم أعهد سقلك آخر درجة نية بو تنكو تاو ألم أعهد عينك لبيني همزو هيدا قراري قرتوا وانيا كهرسي كحرف حلقينا همزة وعين وهي هرسي كحرف حلقين بلام همزة لا أقصى الحلقة وديت وانيا عين لوسط الحلق وانيا هي كجلا أدنى الحلق يا أعلى الحلق حاليبون سؤال أبتا من اشتبام كود هي كش هلا أقصى الحلق رادد همزة وهي هل دو كان لأقصى الحلق رادين بلام عين لوسط الحلق رادد حاليبون سؤال دي باشا اوا بس مربوطن با اوشتا مربوطن با مرتبي اقصى الحلق وسط الحلق او سي حرفانا وانيها يعني عينك كلا وسطية لوسط الحلق لوسط الحلق راديت بلا ما قبل ما بعدك هردو كان لأقصى الحلق رادين بس هم جنسيك هيا ليرا سقلك نزيك لا متناهي متناهين يا بنهاد نجشتوا بنهاد درجة بلام تشاو هي عخاع حر وانك هي عين خي وانيا عين لبيني هي وخي قراري قرتوا هاتشان اودي كشر حرف في حلقي حرف في اخرش هي خاع انشر عينا بلام سي حرف في اول لان زب قرا هيك لا اقصى الحلق رايا عينك لوسط الحلق رايا خيك لا أعلى الحلق راية وانيا غينوخي لا أعلى الحلق رادين داري لسروي حلق را وانيا لقسمتي سري حلقة ودين دار غينوخي حاليبون سونا فساو أوسيانا مربوط بسي مرتبة لأقل لحلق بلم حاليبون سونا يعني دباش أوا زحمتي زياتري دي دباتو بو وانا يعني دبيت بوسي مرتبة لا بوسي قسمتي أقل بوسي جيجاي بلام حلق بوسي جيجاي حلق دبي منتقل ببي وانيا بلام لو دي كده بودو جيجاي حلق يعني لا لدو قسمت لدو جيجاي حلق دارفت آمد دكي لا كلمة ألم أعهد وانيا بويا أو سقلكي نزيك لمتناهي حالي بونسونا بلام كلمة هي عخع سقلكي متناهية آخر درجة چون بو سي جيغاي حلق دبي منتقل ببي واني او جار بدواي او سي حرفاش دا حرفي كي دي كده كيوش حرفي حلقية حالي بون سونا
جاهي عخعيش معنيوي وانا كدلن جياكي رشا نبات اسود نوع جياكي رشا حليبون سونا او بحثي تنافر حروف بو بس خلاصي تعريفكي اويا ثقل تعريفكي او ثقل في الكلمه يوجب الثقل على اللسان وتعسر النطق به او تعريفي تنافر حروفا وانيا كتن الله بتكشيتيا بتش قاعده كي دناسري بوسيله الذوق وانيا ملاكك الذوق حليبون سونا او جاء غرابه بتشي دلن والغرابه كون الكلمه وحشيه غير ظاهره المعنى ولا مانوسه الاستعمال غرابه اوي كلميك وحشي وبيغانه بي وانيا يعني شي كلميك بيغانه بيت يعني معناكي ظاهر نبي وانيا واستعمال كلمكش مانوس نبي حليبون سونا معناكي ظاهر نبي واستعمال كلمكش اتم معناكي يعني معناي موضوع له يكي ظاهر نبي حليبون سونا او اختي كلمك غريبه استعمالك مانوس نبي وانيا اشنا نبي او دفعي معناي موضوع له كلمكش وانكبد ظاهر نبي حليبون سونا شو بويد على معنى موضوع له كبر على جاباشا أتود على معنى مراد منزورني آخر معنى مراد معنى موضوع له منزورة كلمة غريبة أوي معنى موضوع له يكشي ظاهرنيا نكر معنى مراد حليبون سونا أخذ ساو بعض كتيانا كتيانا جاباشا خل القرآن جدا وانك آيات متشابه مجمل هيا لفظ متشابه مجمل حليبون سونا خو لفظ متشابه وانيا لفظ متشابه أويك ما استؤثر الله بعلمه وانيا يعني ما اختص الله بعلمه أويك فقط خدا دي زانت لفظ متشابه وانيا أو يكي لو تعريفانا كبويدي كان ويدي لفظ مجملش اوي كمعنى مرادكي معلوم نيا نالين فقط خدا دي زانت بلا معنى مرادكي معلوم نيا حتى او اختي كمرجحك بيدا بي حليبون سونا دي باشا بس خول القرآن ده وانا كهر دو كشا موجود لفظ متشابه ولفظ مجمل وانيا تحالي كدا دي باشا بس وانا كيدي كلمه غريبش بوي دلني دي اوي كا معناكي ظاهر نبي او دوانج معناكي ظاهر نيا وانا بس اقوابيت لازم دي القرآن دا كلمه غريب هبي وانا دخو كلمه غريبش فصيح نيا بس وقت قرآنش فصيح نبي حليبون سونا اشكالك اويا بلام امال جواب دا دلين بابا خو لفظ متشابه ولفظ مجمل كلا قرآن دا موجودة وانيا خو لفظ متشابه ومجمل كلمة غريب نين بو شون أودوانا معنى مرادة كيان ظاهر نيا بلا معنى موضوع له يكيان ظاهرة وانيا مثلا فرسك يد الله فوق أيديهم او يكيق لا آية متشابهة كان لفظية كلمية آية بمعنى دستيانا وقتك بو خداي نسبة ددري دخون معنى مرادكي ظاهر نيا كمرادي خداي لكلمية سبو بلا معنى موضوع له يكي ظاهر يانا ومعنى دستيدي وانيا بس كلمك غريب نيا كلمة غريب اوية معنى موضوع له يكشي ظاهر نيا اخو كلمية معنى موضوع له يكي ظاهر معنى مرادكي ظاهر نيا حليبون سونا يا مثلا حتى حروف مقطعية ولي سورة كان أوانش كلمة غريب نين وانيا معنى موضوع له يكا معلومة مثلا كاف
ها يا عين صاد كاف اسم ابو حرف كي ومعنى موضوع له يكي دياري دي معلومة معنى مرادك يتيا معنى مرادك بهر معلوم نبي قبوي نبت كلمة غريب كلمة غريب أويا معنى موضوع له يكي ظاهر نيا دخو لفظي متشابه لفظي مجمل أويك لقرآن دا موجود بيت حتما معنى موضوع له يكي واضحة معنى موضوع له يكي ديارة بس هيتش عن كلمة غريب نين بس نابي بلاي كلمة غريب لقرآن دا هيا حالي بون سونا جا پیش اوی اما مثال کم بخینین پیش ابتدا یک مثالی هنوز تو پیش اوی مثال کم بخینین اما توضیحی وای بدم که غریب دو قسمیه تقسیم دبیت حالی بون سونا بعض وقتی که کلمه غریب احتیاجی به تفتیش هیا دو قسمه یا محتاج به تفتیش یا محتاج به تخریج حالی بون سونا جاری وایا کلمه که غریبه لا کتابکانی لغتی متداول ده وانیا او معنای کلمه که نکتوا اتو دبه بو کتاب منبعکانی لغت بگره و بو کتاب مفصلکانی لغت لبه پیدای دکی وانیا او النوع اقل كلمه غريب كتفتيش تتبع قراني دبت وانيا تفتيش قراني دبت لكتاب كاني مفصل لغدا نوع دوام لا كلمه غريب اويا اتو حتى او كلمه غريبه حتى لا كتاب كاني مفصل لغتي جداي بينيوا لا هيك كتابي لغد او كلمه معنى نكراوتو وانيا پس اتو دبه بو خود دبه بنا به قواعد وانك معناي كلمه كا استخراج كي وانيا بشويكي بعيد بشويكي بعيد ودور دبه معناي كلمه كا استخراج كي بو خود تخريجي كي وانيا پس قسمي دوام لكلمه غريب اويا استخراجي دبه تخريجي دبه وانيا دبه كلمه كا تخريج بكريد معناي كلمه كا استخراج بكريت با وجهه بشويكي بعيد حليبون سونا جاء او مثالك هنا وتولى نوع دوما حليبون سونا مثال نوع اول ايش بيني نو بوخون نوع اول كلمه غريب اويكا لكتبكان متداول لغدا معناي كلمه كانها تو بلام لكتبكان مفصل لغدا او كلمة معنى كراوته وكو تكأكأتم يا إفرنقعو حاليبون سونا أول كتابة كان مفصل اللغة عقب قري أو دو كلمة معنى كراوته بلام غريب استعمال كان أشنانية مأنوزنية حاليبون سونا أنا ما لكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على ذي جنة إفرنقعوا وانيا أو نفرق دكيوت أخواري دو خلق لسري خرد ابنوا خلق لدوري خرد ابنوا أو يجدل ما لكم تكأكأتم علي تشي خربونة ولا سلامن وكو تشون نسر شيتيكي خردا بنوا افرنقعوا يعني تباعدوا دور بنوا حاليبون سونا جا تكأكأتم بمعنى اجتمعتم حاليبون سونا افرنقعوا بمعنى تباعدوا يعني دور بنوا سوما لا خالي تنحوا دور بنوا بمعنى تباعدوا حاليبون سونا
أو مثالي نوعي أول كلمة غريب وانيا كمحتاجة بتفتيش مثالي نوعي دوم كمحتاجة بتخريج وانا أوكو تنحو مسرج في قول العجاج ومقلة وحاجبا مزججا ومرسنا وفاحما ومرسما مسرجا ومرسنا مسرجا ونيا أو ما قبل كشي لسرون سيوا البتا من لرى كارن بيا أزمان أبدت ونيا لورا بخوي دبتا كلامك جدا لورا معناه كينوا أزمان أبدد واضحا مفلجا أزمان نيوي جنيك بوا فانيا أزمان أبدد واضحا مفلجا أغر براقا وترفا أبرجا ومقلة وحاجبا مزججا فانيا وفاحنا ومرسنا مسرجا يعني أزمان كنيوي جنيكا أو جنيا دداني سبيخوي ودرخست واضح بدداني سبي دلن وانيا دداني سبي خوي نشان دا كددانا كاني فاصلة هي لبينيان دا مفلجة وانيا ددانا كاني فاصلة هي لبينيان دا ومقلة وحال البتا أغر براقا وترفا أبرجا دداني كيكا برقي هي وددرخشيتها وانيا بس دداني خوي نشان دا وترفا أبرجا وچاوي گورو جواني خوي نشان دا ابرج بچاوي كي دلن كا گورو جوان بيت حالي بون سونا مستركي براجا چاوي گورو جواني خوي نشان دا و گليني چاوي نشان دا بروي دريجو باريكي خوي نشان دا وانيا مزججن معناشي دكاتوا أي مدققا مطولا برويكي كا باريك بيو دريج بي بروي باريك ودريجي خوي نشان دا وفاحما ومويكي خوي نشان دا كوكو زغال رجبو حاليبون سونا فاحم يعني شعرا أسود كالفحم يعني مويكي كا وكو زغال رجبي فحم بزغال دلا حاليبون سونا ومرسنا مسرجا لرا مرسين بمعنى لوتا ولوتي خوشي نشان داكا مسرجا صفة بوي لوتي كيكا مسرج بدوجر معنى دكريتاوا جالبتا اوا الان دلين بوخوند بمعنى كي بدس بينين بنا بقواعد كيكا لدستن دايا وإلا لهيش كتابي كي لغت كلمة مسرج معنى نبوتاوا حتى لكتابة كاني لغتي مفصل جدا حالي بون سونا لوتي شي نشان دا لوتي كا وانكا لوتي او جنيكا وكو شمشير سرايجيبو مسرج يعني وكو شمشير سرايجيبو لا باريكيو لا راستيدا وانا لا باريكيو لا مستقيم بون دا لباريكيو لراستي دا وكو سيفي وكو شمشير سرايجي وابو يان مسرج يعني وكو چرا وابو وانيا لوتي او جنيا دو معنى دي مسرج يعني كالسيف السرايجي في الدقة والاستواء يان مسرج يعني كالسراجي في البريق واللمعان لوتي او جنيا وكو چرا وابو لا برقدانو لدرخشان ودا حالي بونسونا يعني لوتي اواندا صاف بوا اواندا لوز بوا حالي بونسونا درخشاوة توا يعني نوري دورو باري منعكس كردو توا حالي بونسونا تاو بيكيك لو دو جورة معنى دكري توا دي بلام چون اما او دو معنانا للفزكي دكيشينا داري او مهمة حالي بونسونا جاري ومقلة وحاجبا مقلة قلينا مردومك يتساو بيود الله ندي وحاجبا مزججا أي مدققا مطولا ببروي كدلن كباريك بيو دريج بي وفاحما أي شعرا أسود كالفحم وموي رشي خوشي نشان دا كوكو زغال رجبو يعني بيحد رجبو ومرسنا بمعنى أنفا
مرسنا يعني أنفا بلوتي دلن أبتا مجازا لا أصل دا مرسن با أنف البعير دا كتري بلوتي وشتر دا كتري حاليبون سونا محلي رسان دي لوتي وشتره كا قريسي تيدا كان دوا وانكا وشتره كا باويدا كيشن حاليبون سونا لا أصل دا بس با أنف البعير دلن حاليبون سونا بلام ليرا بو مطلقي أنف استعمال كراوة يعني أما النبي مقيد من هنا ولا مطلقي أنف دا استعمال من كردو استعمال النبي مقيد يلا مطلقي دا وانيا هذا ما جاء زيدي مسرجا مسرج كتن دو معناي هيا لوتي أو جنية مسرجة يعني شيء أي كالسيف السريجي في الدقة والاستواء يعني لوتي أو جنية وكو شمشير السريجية لباريكي ولا راستي دا باشا شمشير السريجي سريجي اسمي منسوب ايدي يعني شمشيركي كبولاي سريجي نسبة دادري سريج كيبوا ولا والسريج اسم قين تنسب إليه السيوف سريج آسنگريكي معروف بوا نيوي آسنگريكي كشمشير بولايوي نسبة دادرين وانيا شمشير يعني شمشيري تاكردون شمشير زور باشي تا كردونا حالي بون سونا شمشير زور باشي دروس كردوا فزياوة معنى دكينه ومسرج أو كالسراج في البريق واللمعاني يان دلين مسرج يعني لوتي أو جنة وكو سراج وابو وكو چرا وابو واني وكو چرابو لچيدا في البريق واللمعان لا برقدانو لدرخشان ودا حاليبون سونا جا تاو او دو معنانا دتوانين لكلمة كور قرين بلام چوني ورد قرين تاو يكيك مسرج بابي تفعيل ايدي وانيا يكيك لمعنى كاني بابي تفعيل نسبة دانا مثلا دالي فسقت زيدا يعني نسبته الى الفسقي وانيا يعني زيدم بولاي فسق نسبة دا يعني بفاسقم دانا حاليبون سونا فزيكك لمعنى كاني بابي تفعيل نسبة وانيا جاء من ليرا مسرج كاسم مفعول بابي تفعيلا وانيا دلين ليرا بابي تفعيل بو معنى نسبة دان هاتوا وانيا بلام جاء او نيويتي نيوي ماوا نسبتش بخوي دو جوري هيا نسبة اما نسبة تشبيهين هيا ونسبة غير تشبيهين هيا حاليبون سونا الان ساو جاري ويا امن دلم جاري ويا دلم دلم فلانون سلطانيون فلانون سلطانيون يعني مثلا دلم زيدون سلطانيون او زيدن بولاي سلطان نسبة داوا بلان شاو او جملة دو جور معنى دكريتاوا وانيا زيد سلطانية وانيا دكري بو معناه بيتك دكري نسبتك بو تشبيه بيت يعني شبيه بسلطان حاليبون سونا او اگر نسبتك تشبيه بيت دشكري نسبتك تشبيه نبي زيد سلطانيون يعني زيد جزءك لخانواد سلطان اگر نسبتك تشبيه بيت زيد سلطانيون يعني زيد شبيه بسلطان وانيا مثلا قيافي وكو سلطان دا تيت حاليبون سونا بلا مغا نسبتك تشبيهي نبي اوقتي معناكي مثلا اوهيك زيد جزئك لخانواده سلطان جزئك لخانواده وي وانيا بولاي سلطان نسبت دادريت يعني جزئك لخانواده وي حاليبون سونا پس او نسبتش دو جوري هي تشبيهي وغير تشبيهي حاليبون سونا بلام اما كاميان دقرين اولا دلين ليرا مسرج كاسمي مفعولا لبابي تفعيل دلين بابي تفعيل بو نسبتا اجل لنسبة چه نسبتي كي دقرين نسبتي تشبيهي دقرين او نكتي او لوتا مسرجة يعني چي يعني چاو مسرجة يعني امن بو سيفي سريجي نسبتي ددم يعني بو سراج نسبتي ددم وانا نسبتكش تشبيهية نسبتك تشبيهية فزاني تشبيهي دا كان بودوانا وانيا اولو تيبولاي سيفي سريجي نسبتي دا دم وانيا
مسرجاني أويدي يعني بو سيف سراجي نسبتي ددم أو نوتا يا بو سراج نسبتي ددم وانيا نسبتكش أجا تشبيهي بيد يعني تشبيهي دا كان بودوانا بس بو يكتي شو بنا بقواعد أما وانك مع أودو معنى أودو معنى لكلمة كدر هنا حالي بون سونا بس أوايل ديت مسرج يعني لوتيكي كا شبيهة بسيف السريجي لوتيكي كا كالسيف السريجي في الدقة والاستواء يعني مسرج يعني لوتيكي كا كالسراج في البريق واللمعان حالي بون سونا أو أو مثالش توابو يدي وأنا توضيحكش توابو أو مثال بويك كلمة غريبة كان محتاج بيت بتخريج البتة أو ب وأنا كيدي بشويكي بعيدة يدي بو بشويكي بعيدة خوهم بناء بقاعدة بويدي هب بناء بقاعدة أما أودو معنى لا كلمة مسرج والقرد بلان بودلان استخراجك هميشه با وجهك بعيدة لا كلمة غريب دا واسي كتب اللغات نا اتا معنى نا خو بخون كتن بكتب اللغات نيا وانيا بخون دلان معني كلمة استخراج داكين وانيا بخون معني كلمة بدز دينين بلان بودلان استخراجك بشويك بعيدة هميشه بشويك بعيدة ليرة الآن ليرة لو مثالي بوتي بوجهك بعيدة بشويك بعيدة خو ما كتن بابي تفعيل كتن بمعنى نسبة دقرين ده باشا بابي تفعيل بو نسبة ديت أجا كتن نسبتكش دو جوري هي تشبيهي وغير تشبيهي أما الآن ليرة نسبتك بو تشبيها يعني أمنك وانك دلم أنفي مسرج أنفي بولاي سيفي سريجي نسبة دم يا الأنفي بولاي سراج نسبة دم هدفهم تشبيه أنفك يا بودو أنا وانيا دخو أوش تبقي قاعدة أما نسبة تشبيهين هي نسبة غير تشبيهين هي كم لير نسبة تشبيهي دقرم أدي بوديسان استخراجك دلن بشيويكي بعيدة وانيا أما دلين جوابكي أوي دلين بابا راستا بابي تفعيل بو نسبة ديت نسبتش هم تشبيهي هم غير تشبيهي هي بلام أوكا نسبة بو تشبيه بيت أو استعمالك زور كما وانيا زور بكمي وايا كنسبة بو تشبيه بيت ديت بلام زور كم وايا دي حالي بون سونا يعني أخهر أصل جواي دي نسبة خو أصل أوي تشبيه نجيني وانيا مثلا من زيدي بولاي سلطان نسبة بدم وانيا وانا خو أو معناه ناقيني كزيد شبيه بسلطاني به وانيا بلكو نسبة بمعنى ربدان ايدي زيدي بولاي سلطاني نسبة بدم يعني زيد ربطي كي بسلطاني هيا دخو أو ربط قرار نية حتما شبيه بون بيت حتما شبيه بودن بي أو ربطي حالي بون سونا قرار نية حتما أو بيت بس أصل أوانية كنسبة تشبيه بجيني حالي بون سونا همان البتة استعمالي هيا وكو مثال زيدون سلطانيون يعني زيدون شبيه بالسلطان حالي بون سونا بلام أصل أوانية كنسبة تشبيه بجيني حالي بون سونا بوي استخراجك با شويك بوجهك بعيدة حالي بون سونا كابرا دلباشا خو أما فعل سرج من هيا سرج الله وجهه حالي بون سونا باشا بونا تواني بلي كبه معنى منور كردنا وانيا معنى كشي لو شعري دا دروز دردي دي باشا أتو بلي سرج اسمي مفعول بلي مسرج اسمي مفعول سرج سرج بمعنى نورا حالي بون سونا تي إشكاليك يبو تي وانا بو تي ناتواني نوابلين فإن قلت لما لم يجعلوه اسم مفعول من سرج الله وجهه أي بهجه وحسنه وانيا أجأتو بلي بابا بوشي مسرجا باسم مفعول سرج قرار نداوة
سرج الله بچه معناه که سرج الله وجهه به معنای بهجهو یا حالی بون سونه یعنی خدا دموچای یا انسانی خوشحال کرد و منوری کرد حالی بون سونه دموچای یا انسانی خوشحال کرد و جوانی کرد ها وقتی وانکا انفی مسرجج یعنی انفی حسن یعنی لوتی کی کجوان یعنی لوتی جوانی خوی نشان ده اجنه یعنی معناه کشی زور با جوانی دیتا حالی بون سونا پس سؤال اویه بوچی نیان کتو که مسرج اسمی مفعولی سرجه حالی بون سونا امج لجواب دادالین قلت هو ايضا من هذا القبيل امج لجواب دادالان بابا هو ايضا من هذا القبيل ونيا دالان بابا خو اگر هو يعني سرجش هو بو سرجي دقرتوها سرجش هل لو قبيله يا اويش كلمه كي غريبه ونيا يعني هر ديسان لو چالي دي دري دا چالكي دي كده كوي دي حالي بون سونا خو مسرج اما دالين كلمة غريبة لنوع دوام كمحتاجة با تخريج ونيا بلام او جا اقبلي لسرجة ورقيراوا سرجش هر كلمة كي غريبة بلام لنوع اول حالي بون سونا لنوع اول كا لكتب كاني متداولي لغة دا نهاتوا دبي لكتبي لكتابة كاني لغتي مفصل دا بيبيني وا بس فرقيني يا خولة سرجج والقرابت سرجج كلمة يكي غريبة او جوابك وانيا جوابك كديش دا توعين بدينا وا او مأخوذ من السراج على ما صرح به الإمام المرزوقي وانيا يانا او مأخوذ عطف بسر من هذا القبيل حالي بونسونا عطف بسر شو؟ مأخوذ من السراج عطف بسر من هذا القبيل يعني اوي ككتن او جوابك جوابي اول جوابي دوام اوي بلين بابا هو مأخوذ من السراج هو يعني ديسان سرجا اقبلين مسرج لسرجي ورقيراوا سرج لسراجي ورقيراوا حليبون سونا على ما صرح به الإمام المرزوقي وكو إمامي مرزوقي تصريحي بيكر دوام حليبون سونا چاو جا منظوری چیه سرجج لا سراجی ورگیره و دیبا لا سراجی ورگیره بی ونیا دلین بابا اخل لا سراجی ورگیره و یعنی کلمه اکی مولده سرجا حالی بون سونا کلمه اکی مولده کدوای با وجودیان هنوا خور نه بلا لا سراجی ورگیره و خو مشکل نه با لا سراجی ورگیره بی بلا منظوری اویا چاو جواب اولا که او بوکتن مسرج اقبلين لسرج ورقيراو سرجج بخوي كلمه كي غريبه اويك جوابي دوام اويا دالين بابا اقبلين مسرج لسرج ورقيراو سرج لسراج متولد بوا لسراج ورقيراو يعني لا قرنكاني دوادا لقرنكاني دوادا سرجا لسراج ورقيراو لا لا سراج دروسكراو پس کلمه اکی مولده که لقرنکانی بعدی دا پیدا بوا. دا حالک دا مسرج هر لو پیش ها بوا. حالی بون سونه مسرج پیش اوی. اخه سرجه اگه وریش سرجه اگه بلین مسرج لسرجه ورگیراوا. باشه سرجه بخوی لسراجی درست کراوا. لقرنکانی بعدی دا لسراجی درست کراوا. حالی بون سونه يعني كلمه كي مولده كلا قرنكاني بعديده بوجود هاتوا ده حالك ده
مسرج لقرنكاني قبلي دا هبوا حالي بونسونا لا عصري پیغمبر دا لپیش عصري پیغمبر حالي بون سونا لقرنكان قبلي وهبوا پس يعني ده بلد اصلا اصلا هر امكاني نوابلين ده بلد اصلا او هر غلطة وانيا جواب دو مكاوه ده بلد اصلا غلطة بلين مسرج اسمي مفعولي سرجايا بو چوكو اگه بلي مسرج اسمي مفعولي سرجايا پس ده بيد لدواي سرجا بوجود هات بيد حالي بون سونا ده حالي كدا سرجا بو خوي لسراجي ورقيرا ولقرنكاني بعدي دا مولدا حالي بون سونا لقرنكاني بعدي بوجود هاتوا ده حالك دا مسرج كاتوبة اسمي مفعولي سرجي دادني لقرنكاني قبلي دا موجود بوا لقرنكاني قبلي دا هبوا فس ده هي بلد اصلا غلطة اوا بلاي مسرج اسمي مفعولي سرجي شو جواب أولا كأوبو نيدا كود غلطة دي كود أقر بلاي مسرج اسمي مفعولي سرجيا هر دي سانتوشي كلمة غريب دابينة وشون سرجاش غريبة نيدا كود غلطة بلام أوجار جواب دو مكا أوي أسان غلطة غلطة بلاي مسرج اسمي مفعولي سرجيا بو شون سرجا بخوي كلمة كي مولدة كالقرنكاني بعدي دا دروز بوا لسراج وليان قرتوا حالي بون سونا ده حالك ده مسرج لقرنكاني قبلي ده هبوا فاز أسان غلطة بلاي مسرج اسمي مفعولي سرجي جوابي دوم اوه ها دروز لي حالي بن حالي بون سونا ده اوه كا دلي كلمة سرجا فعلي سرج مولد ولا قرنكان بعدي دا بوجود هاتوا وكو امامي مرزوقي تصريحي بيكردوا كوالا شو تصريحي بيكردوا كا او كلمه مولده ولا قرنكان بعدي دا للسراج وريان قرتوا دروست يان كردو للسراج وريان قرتوا كوا امامي مرزوقي لكوي وادلت كا سرج للسراج والجيرابي والله حيث قال السريجي منسوب إلى السراج وانيا تشاو دالت جاري فعلا أو قسمتينا إمامي مرزوقي تا آخر كلامي ويا لتشوا يكتو والله لو جيدا إمامي مرزوقي كتويتي كسراج للسراج والقراوة لو كلامي دا ألبتا لآخر أو كلامي دا شي كتوا حيث قال السريجي منسوب إلى السراج جاري كارن بويني ويجوز أن يكون وصفه بذلك لكثرة مائه ورونقه حتى كأن فيه سراجا جا ومنه ما قيل سرج الله أمرك أي حسنه ونوره ومنه ما قيل سرج الله أمرك أي حسنه ونوره منه ومنه ما قيل منه زميرك وسراجي دقرته شو ألي ريها كإمام مرزوقي تصريح تكاد بوي كسرج لسراجي ورقيداوة وانيا دلد لسراجي ورقيداوة أو فعلي كديلين وانيا فعلكش أو سرج الله أمرك لسراجي ورقيداوة أو سرجيك ديلين أو سرجيك دكتريد لسراجي ورقيداوة أو تألي ري تصريحي بيدك أيدي حالي بون سونا او الشاهدة كيدي او قسمتي اخر كلامي مرزوقي شاهدة لو صراحة كتويتي سرج لسراجي والقيراوة شاو عبارتك هلا والله معناه كينوا امامي مرزوقي توزيح دا وكتوي سريجي دكري منسوب ببولاي سراج واني البتا كتن معناه كشي اويا سريجي منسوب ببولاي سريجي كنيوي نفري كيبوا وانيا بلام او كتويتي حتى خدي كلمة سريجي هم دكري بولاي سريجي نسبة درابي دشكري بولاي سراجي نسبة درابي خدي كلمة سريجي اون السيفي سريجي شمشيري سريجي و دكري بولاي سراجي نسبة درابي يعني شمشيري كي كوكو سراج ددرخشيتوا حالي بونتونا كالسراج في البريق واللمعان ويجوز أو
كتيتي معناك أويا. ويجوز أن يكون وصفه بذلك لكثرة مائه ورونقه حتى كأن فيه سراجا. ونيا كتيتي كتيتي دكريت وصف دار كردني شمشيرك. ونيا بذلك بنيوي سريجي. ونيا البته وصف دار أن يكون وصفه زميركي بو ذاتي بو ذات دقرته وذاتي كيكا نيوي سريجي بيدا كتري حالي بون سونا دكريت وصف دار كردني ذاتكا بذلك بنيوي سريجي. ونيا لبرشي بل لكثرة مائه ورونقه لبر زوربوني أو جلايكي بيت أو شمشيرة أو عنده أو جلايكي أو براقيكي زورا. ونيا بويا بولاي سراج نسبة عنده وحتى كأن فيه سراجا حتى تأوجي أو براقيكي زورا أسان دلي لنيو شمشيرة كده چرايك هيا. ونيا بويا هاتونا بيان كتو شمشيري سريجي يعني بولاي سراج نسبة عنده حالي بون سونا هالشمشيري سريجي او مرزوقي ومعنى دكاته ودلا يعني نالت يعني شمشيريكي كسوريج درستي كردوا حالي بون سونا شمشيريكي كسوريج درستي كربي حالي بون سونا دلا شمشيري سوريجي يعني شمشيريكي كوكو سراج وايا لا براقي دا لا درخشان ودا حالي بون سونا زا او زار دلا ومنه ما قيل سرج الله أمرك أي حسنه ونوره هل السراج والقراوة دلالي يعني أتو بيت سير نبيت أمن دلالي سريجي لسراج دروس قراوة أو دي هيد أوي بلي والله بيت سير نبي شون أصلا هر سوانك هل السراج والقراوة سرجش ونيا هل السراج والقراوة أو سرجيك استعمال دا كان ديلن ونيا كبمعنى حسنو نوريا حالي بون سونا هل اوش لسراجي ورقراوي دي باس سراجي لسراجي ورقراوي دي او لو هدفي مرزوقي وي اوي بلد ولي اما وانكا آخري كلامي مرزوقي دا كينا شاهد بوخون وانا دلين لو تصريحي كردو مرزوقي بويكا سراجي لسراجي ورقراوي وانيا دي باشا جابين وسر بحثكا وانيا دلين بوية دروزنية بلين مسرج لإسم مفعولي سرجيا چون سرج بخوي كلميكي مولدا لقرنكاني بعديدا لا سراجي ورقيراوا لقرنكاني بعديدا مولديشا حالي بون سونا وتأوى لكتبكاني لغدا كتو أنا مولدا دسوقي بازدكا حالي بون سونا لقرنكاني بعديدا لا سراجي ورقيراوا دروس كراوا سرجا وانيا دا حالك دا مسرج لقرنكاني قبلي دا هبوا حالي بون سونا بس أصلا غلطة مسرج اسم بلين باسم مفعول سرج دانين شو اسم مفعول كا بيش يهبوا حالي بون سونا أو بحسي غرابة كيش توابو ألي رابو استيدي